هذا الوادينا يا ابو فراس. سبحان الله العلي العظيم، شاهدوا معي هذه الشجرة النابتة على هذه الصخرة العجيبة. لا إله إلا الله. هذا الجزء اللي هنا صخرة وليس غصن، بنت على اللي هو غصن الشجرة، بنى على الصخرة. من هنا طريق الدخول من أحد الأنفاق بين الصخور، سبحان الله. يا سبحان الله، ما شاء الله تبارك الله. هذه الأسماك في وادي نجد. حياكم الله معنا اليوم في لقاء في وادي رجب لأحبابنا عشاق السفر والسياحة.